لأول مرة في التعليم الإلكتروني في العراق. تم افتتاح دورات إلكترونية تلبي احتياجاتك إذا عندك مشكلة من بداية المنهاج. ففتحنا دورة تبدأ من الفصل الأول إلى نهاية الكتاب. وإذا أنت ضابط الفصل الأول وعندك إشكال من الفصل الثاني، فأيضاً فتحنا لك دورة تبدأ من الفصل الثاني لنهاية الكتاب. وكذلك إذا أنت ضابط أول فصلين وتريد تبدأ من الفصل الثالث، فتحنا لك أيضاً دورة تبدأ من الفصل الثالث. هذا كله مع أعطاء أول فصلين مجاني. والدورة أيضاً تشمل مراجعة مركزة في نهاية الدورة، المراجعة المركزة تكون مجانية. وأريد منك أو أنت كطالب أو طالبة، أريدك جندي شرس في معسكر الفيزياء. امتحانات، واجبات، جدول تضبط وياه، وأنا معك راح نوصل للمية. طبعاً هذه الدورات المتعددة لفتحتها، هذه تعتبر آخر دورات بهذا الموسم. ليش؟ لأن أنا عندي خطة، وهاي الخطة فقط اللي أقدر أضمن لك المية في الفيزياء. وبعد ما عدنا وقت فسارة بالتسجيل، منتظركم بجروباتكم الجديدة.